كانت بتربطه علاقة حب قوية جدا بالفنانة هالة فؤاد، طبعا على الرغم من الانفصال وعلى الرغم من ان هما بعدوا عن بعض، الا ان هما الاتنين فضلوا يحبوا بعض برضه. ليه العذاب ده؟ الغيرة والعصبية. أحمد زكي لم يحب في حياته إلا هالة فؤاد، وما زلت بقولها في هذه اللحظة دي اللي أنا فيها وهم بين إيدين ربنا الاثنين، لأن الاثنين حبايبي. الله يرحمهم. هي كانت حبيبتي وصديقتي وأختي وصديقة عمر بالنسبة لي رحمة الله عليها، وهو بالنسبة لي أخويا عشرة عمري. هي لم تحب غير أحمد زكي، وهو لم يحب إلا هالة فؤاد. طبعا بعد زواجها ما اقدرش اقول ما حبيتش غير احمد زكي، لا حبيت جوزها استاذنا الكبير رجل السياحه العظيم، حبيته طبعا وانجبت منه ابنه رامي وكانت تقدره وتحبه الى اخره. بس قصه الحب اللي بينها وبين احمد زكي كانت كبيره قوي قوي، وعصبيتها وعصبيته انت قلت غيره، مين اللي بيغير على التاني؟ الاثنين. يعني احمد زكي بيغير برضه، بيغير عليه على الرغم من جداً. ان هو شغال في الفن. لا 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 لا، برج عقرب. برج العقرب. برج العقرب ده غيور جدا. بيغير عليها من ايه؟ من كل حاجه. من زمايلها ولا من جمالها ولا من اي من معجبينها ولا ايه بالظبط؟ من اي حد، من اي حد يقرب اليها يغير. اي حد يغير عليها من ابوها. على الرغم من كده سابها تتجوز؟ ما هو دي كانت شغلانه، دي عايزه حلقات يا استاذه، احنا هنقعد نحكي وماله. على الجواز وعلى اللطم يوم الجواز وعلى الله. احكي لنا على اللطم يوم الجواز. لا ده كانت يوم بتخرجينا من الحكايه دي. شوف المواضيع دي غير دي. طب بص، انا المواضيع دي اصلا بتؤثر فيها فعلا. بس انت جيت في مره لقيتها قاعده بتعيط وقالت لك ان ابوها جاب لها عريس. جاب لها عريس. ما كانش استاذنا. لا 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 لا، ده كان عريس سعودي موزع سعودي كبير، وجابه لها وقالت لي بابا جايب لي عريس وبتاع. قلت لها طب وماله وبتاع، قالت لي لا. قلت لها انت لسه بتحب احمد؟ قالت لي راحت عامله لي كده زي الطفل والله. جيت بالليل قعدت معاها قلت له تعالى نروح نتعشى، فاخدته في مين هاوس ورحنا نتعشى. اقسم بالله واحنا قاعدين بنتعشى انا وهو بقول له عايزين نلم هيثم بينك وبين الله يرحمه. الله يرحمه. بينك وبين هاله وبتاع. قال لي انت جايبني هنا عشان تقول لي كده؟ قلت له يعني وماله ليه لا يعني؟ قال لي بص يا محمد انا مش هرجع لهاله غير لما ابوها يموت. اقسم بالله. ياه. هو ابوها كان سبب كبير في المشاكل؟ طبعا. لان كانت كل هي لما بتتعصب وبتتخانق وبتتخانق مع احمد تروح تشتكي للاستاذ احمد فؤاد. ابوها طبعا والدها احمد فؤاد صديقي اخويا حبيبي رحمه الله عليه، فكان يتعصب عليه وروحه ممكن توصل التمسك بالايدي من كتر حبه فيها ولا تسلط. بنته ما يقدرش حد يلمسها ولا حد يزعلها. وهي كمان كانت متعلقه بيه قوي. وهي متعلقه بيه جدا جدا. وهي هي هو هو احمد فؤاد. بس كلمه قاسيه قوي. احمد فؤاد اتصدم لما هي وصلت لمرحله لما اتنقبت وراحت مكسرة كل الصور اللي في البيت. اتصدم منها. قصة تانية. احكي لنا القصة دي. فاتصدم. احكي لنا بقى، دي مش ناس كتير قوي عارفين عنها. القصة دي. لما وصلت لمرحلة النقاب. كانت خلاص وصلت لسن كام سنة؟ كانت الصور في البيت حرام وكل حاجة في البيت. وصلت حرام. لكام سنة وإيه اللي خلاها عملت كده؟ لا دي حاجة بقى بتاعت ربنا. لوحدها كده من غير ما حد يقعد يقول لها بتاع. لا 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 طبعا. تحول تام. طب قبل ما نتكلم عن التحول تيجي نطلع فاصل ونرجع تاني؟ يا ريت. تعالوا يا جماعة نطلع فاصل ونرجع تاني معاكم. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل مع خبير المكياج العالمي دكتور محمد عشوب، اللي انا بقالي ساعة عمال اقنعه ان احنا نتكلم في حاجات معينة، وكل ما اقول له على حاجة يقول لي ايه بلاش والنبي الموضوع ده، طلعيني من الموضوع ده. انا يعني مش هضايقك، بس في حاجات والله الناس لازم تعرفها وتسمعها. احنا كنا بنتكلم عن الفنان طبعا الله يرحمه احمد زكي، وعن الفنانه هاله فؤاد، ولما بقى وقفنا عند الحته اللي هي بتاعت لما هي انتقبت فجاه كده، ووالدها بقى ساعتها زعل. فعلا يعني فجاه لقى كسرت كل الصور اللي في البيت، يعني كل الصور اللي في البيت وكل حاجه راحت مكسراها، لانه حرام، قالت حرام الصور حرام.
يعني معتقدات بقى دينية، مش دينية يعني، أنا بعتبرها معتقدات من اللي كانوا حواليها يعني، من الأخوة اللي كانوا حواليها أو اللي أقنعوها أن كل ده حرام. والدها عمل إيه بقى ساعتها؟ صدم يعني، لقى نهاية بنته نهاية يعني ما كانش يتمناها. مخرج أبوها مخرج أولا وأخيرا، مخرج سينمائي ورجل معتدل ورجل جميل ورجل بيحب بنته جدا، وكان يتمنى ان بنته دي تبقى اجمل نجمه على الشاشه، وكان بيحب ده وكان بيحب يعمل لها افلام جميله، وهي كان وشها جميل وكان اداء وممثله شاطره. طب يعني كان حابب حاجات كتير قوي فيها. وجد كل احلامه واماله قفلت وتوفت. انا بعتبرها يا استاذه يعني ختاما للموضوع بتاعنا في ده، أنا بسميها العائلة المنكوبة. لما فجأة هالة تموت بمرض خبيث، أحمد يموت بمرض خبيث، ابنهم يموت مكتئب، جده اللي بيربيه مات، الله يرحمه، سته اللي بتربيه ماتت، خاله الشاب الصغير مات. فجأة شاب صغير في ريعان شبابه وجد ان ابوه مات وامه ماتت وسته ماتت وجده مات وخاله مات، فاكتئب ومات. لا حول ولا قوه. ماساه فعلا، ماساه. رحمه الله عليهم جميعا. الله يرحمهم جميعا. وانا هحترم رغبتك طبعا في ان انت، لانك قلت لي انا يعني بكتئب لما بتكلم في القصه في دي ده. ونخش بقى على قصه ناديه الجندي، فنانة حبيبتي نادية الجندي، حبيبتنا كلنا. طبعا. وعملت لها ميك اب يعني لما كانت متعورة، ومرة لما كانت عجوز